طيب، هل يعني تعتبر تفوق اللغة الإنجليزية على اللغة العربية في مجالات العلم والتكنولوجيا والأعمال هي ميزاتها الهيكلية واللغوية، ولا هو نتاج لتفضيل دولية قائمة على اللغة الإنجليزية ونقص التركيز على تطوير اللغة العربية؟ تقريبا هذا السؤال يمكن يطرح دائما. لا، ما تميزت اللغة الإنجليزية، ما تميزت، بالعكس ترى التميز للغة العربية. واللغة الإنجليزية بالمناسبة تراها سهلة، سهلة جدا. يعني أنا عشان كذا هي انتشرت؟ ممكن، ولا عشان لا السيطرة خدمت، الثقافية؟ لا سيطرة ثقافية، نعم. يعني خدمت. لكن الآن يعني طلابنا المبتعثين، وأنا ذهبت ودرست فترة في، يعني طلابنا يعني يتميزون جدا حتى في اللغة الإنجليزية. وترى يعني غالبا المختص في اللغة العربية تسهل عليه اللغة الإنجليزية، لأنه عرف قواعدها ونطقها وصفاتها وخصائصها. فبالعكس، ليس اللغة الإنجليزية أسهل مما نظن، خلاف اللغة العربية. اللغة الصينية صعوبة، ونحن حتى في الجامعة عندنا طلاب المنح يجدون صعوبة جدا في تعلم اللغة الإنجليزية. على النقيض، طلابنا ومن يدرس اللغة الإنجليزية أحيانا لا تفرق بينه وبين الشخص الذي يدرس، صح. حتى في النطق. فهذه مصدر قوة، مصدر قوة. وهو فعلا يعني احنا في قائمة الدول التي تنطق اللغة الإنجليزية بدقة بدقة، حتى حين ما تفرق بين، كسعوديين يعني. لكن خذ العكس، لما يأتي شخص أجنبي يتعلم تجدها في لكنته، في نطقه، تجد أنه غير واضح. فهي لم تتميز بخصائصها الذاتية اللغة الإنجليزية، لا، كان في معطيات الثقافة والاقتصاد و إلى آخره. الأمر الثاني، لما تدرس اللغة العربية بالعلوم التطبيقية تثبت كفاءتها. ذاك الذين درسوا الطب باللغة العربية تميزوا، يعني في بعض الدول العربية، صح، تجارب وأثبت التجارب. حتى الدول الثانية، يعني مثلا الصين لما تدرس الطب باللغة الصينية، كوريا لما أبدعوا. إذن يعني هم يترجمون إلى لغتهم، يترجمون إلى لغتهم، لكن نحن لما ندرسها مباشرة تصل إلى المصدر. نحن لسنا ضد تعلم اللغة الإنجليزية، هي لغة العصر، شئنا ما بينا، لكن ادرس، تميز في اللغة، لكن ليس على حساب. ويعني أنت أشرت إلى قضية، يعني لما نقول تميزت اللغة الإنجليزية، هل أخضعناها إلى تجارب ودراسة، ولا ظنون لا تثبت أمام الحقائق؟ اللغة العربية وقفت شامخة في عصورها الأولى. أنا دائما أضرب مثال، لما نزل القرآن تحدى العرب هاتوا بجملة، بصورة، تحداهم وهم في قمة عطائهم اللغوي، مع ذلك ما استطاعوا، تركوا التحدي وذهبوا إلى الحرب، مع أن الحرب أشد، لأن في نموذج أعلى مستحيل أن يصلوا إليه. هذه هي لغتهم، كيف نقول بعد هذا كله عاجزة؟ يعني لا يقول هذا الكلام، عفوا، إنسان لا، هذا ما يدور، أنا علي أن أنقل وأنا علي أن أجيب تجيب يعني نعم. هذا الأمر.